ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halkan aad daan soo imraan. Halka. Kusura muqaal cusub. Maad muqaalkii waxa ku saabsan yahay waa subax. Mayno. Haa. Waxa arma insha Allah dadkayna subax li galiyo. Laakiin anay subax mi galayo maxay la kasto meel ana aado dadkana fasaxay maand eega barnaamijka si wadaayo. Marka insha Allah inta kimaana soo wad gartii mo. Haa. Ustaadka jo, ustaad Salaam maxay dadka ما شاء الله سؤال هذا خيرت عمران ما نتحرم لنا صبعنا شو هذا إن شاء الله خير كوالس له هذا مالك إن شاء الله سوعة نسيت لا بنا ديار متين سوعة نقشن ديار متين بلا بزين إن شاء الله هذا نسيت لا بنا ونسيت صلاة بنا أوكي هيا بوح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشى جن نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وذللت خطوفها تضليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا نزلنا عليك القرآن تنزيلا اصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شينا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في الرحمة في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا
عاصفات عسفا والناشرات نشرا فالفاق الفهبا فالملقيات ذكرا عدرا وقدرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت جبال نصفت وإذا الرسل أقلت لأي يوم أجلت بالفصل دراك ما يوم الفصل يومئذ للمكذبين لك الأولين نطبعهم الآخرين نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين نار في قرار مكين قدر معلوم لا فنعم القادرون يومئذ للمكذبين على الأرض جبالا أحياء وأهواتا جعلنا فيها رواسي شامطات وأسقيناهم ماء فراتا يومئذ للمكذبين إلى ما كنتم به تكذبون إلى ظل ذي ثلاث شعب ولا يغني من اللهب بشرع تلقص كأنه جمالة صفر يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون فيعتذرون يومئذ للمكذبين يوم الفصل جمعناكم والأولين كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين في ظلال وعيون تهم مما يشتهون واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إلا كذلك نجزي المحسنين يومئذ للمكذبين تعوا قليلا منهم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا عبرهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم هيا سوح مزه ما شاء الله تينا مركز كالا هرب يا ابني حد كرابو عندنا ما شاء الله تبارك الله مرك ان شاء الله حد نحوى مر برنامج توصل دي بينا مو عم بولا جريا عم بوجو هو ترتيب كنا مو مرك ان شاء الله مخالك توصل جينا خيط ومسدين مخالك داوشي مخالك مخالك الحقيقه وخرب انت كلنا حليه سياسيو نبدل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.